هلا هلا بيكم منحييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بمشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جردوي انتو مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. دي بتشد الطبعا في هنا في قايد اللي بتبقى ثانيه او اللي احنا بنعملها في الاريا سعاد برضه بتعملها خمسه. يا سعاد حبيبه قلبي سعاد سعاد وينك؟ انا هون هون انتي هون حبيبه قلبي شلونك يا سبيه؟ مستعد لك كيف كان نهارك؟ والله كان نهاري مليء بالعمل يعني الشغل لفوق راسي. يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك يا حبيبة قلبي. بتعرفي أنا من كتر الشغل اليوم ما فضيت حط لقمة بتمي وأنا من الأساس طالع من البيت ماني آكل زهق جوعان كتير. يعني بدك تأكل؟ لا حبيبتي أنا بس عم فضفض لك. قومي اعملي لي لقمة أكل تضربي بهالشكل. شو هالنسوان هي؟ وين؟ شلونك عمي شو اخبارها؟ ني الحمد لله. شلونك مرت عمو؟ والله مشتاق. الحمد لله الحمد لله. ايه الحمد لله مشتاق لك كثير والله. خلي نظرك عندي حبيبي خلي نظرك عندي. شو طبختوا اليوم؟ مجدرة ان شاء الله صحتين. حبيبي. ايه عمي. حبيبي انت مطول اليوم هون بدك تمشي؟ عمي ليه شو القصة جاي؟ لانه هلا نحن عندنا تقنين الساعة 10 بيقطع الكهرباء. يعني بقى خمس دقايق بتقطع الكهرباء. هذا اللي بدي اياه. هذا بدك اياه؟ لا عمي يعني انه الطبخه كانت طيبه عم بقول ظريفه. اها لك انا عمك يا حيوان. طب انت شو جابك لهون عمي؟ لا لك ما بتستحي على حالك؟ يعني شو عليك؟ قوم انقلع قوم انقلع من هون خلص خبسي انت. طولي بالك خبسي انت. فهمان الموضوع غلط طولي بالك. شلون يعني فهمانه غلط؟ لازم في تبويس لعمك بالقتوي مو عيب عليك؟ لك لا هو كمشني وشدني لعنده ما بعرف. قلبي شو يا عمري؟ قلبي شو يا حياتي؟ انت قلبي. لك انت روحي. لا قلبي لك انت روحي وقلبي وعيوني. لك العمش ومخك سميك عم اقول لك قلبي المحطات بالريموت كنترول. بسيط واز بونج بوب
طيب فوت 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 هذا بيت اخوك فوت يعني تسلم لي ضرب عليك فوت فوت زين 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 انت اول مره تجي لعندي اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا فيك تفضل تفضل هون اصله اصله ايه فوت فوت اهلا وسهلا فيك تفضل عود ليه قبل ما نبلش نحكي شو بتحب تشرب شو بتحب تاكل؟ ما بدي شيء ما بدي جربك شو انا شو انا هيك دائما طبيعتي ضيوفي كلهم شو بتحب تشرب شو بتحب تاكل؟ لك الله يخلي لي اياك انا جاي بس بدي احكي معك هيك بموضوع كذا بدي تعال عندي مين هذا اللي جايبه معك؟ كم مره قلت لك ما بتجي بتنقبر على قلبك وضيوف قبل ما تقول لي ولك ما شايفني منكوش مش عارف منكوش ولك بعدين هلا انا ما قلت لك بقول لي على التليفون قبل ما تنقبر تجي مشان نجيب معك غدا ولك انا ما طبخت ولك مالي خلق لك تعرفيني تعباني لك اسمي تعباني ولك الجلي مكوم بالمجلى ومالي خلق اقعد اجلي مالي خلق اقعد اجلي بعدين تعال اقول لك انا ما قلت لك اني مكتئبه وبدي مصاري بدي انزل على السوق انقبرت على قلبك عطيتني قرشين لانزل ما على اساس باسبوع السولد بتعطيني مصاري لانزل ليكو محل الفساتين اللي تحت بيت اختي الفساتين مأزعة عنده أزعة على الملكانات بروح بشتهي وبرجع بشتهي اشتهيتك تمد ايدك على جيبتك وتعطيني وتقلي انبسطي انتي وابنك بهالسوق شوي ولك شيل ايدك بدي تجيب لي من جوا مو من هدول القرشين اللي عندك اسمع كلمتين لو كانت اختك اللي دقة كنت مدعت ايدك وعطيتها ولو كانت امك كنت مثل الارانب قدامك على وجهك عشان تروح تنزع لعنده بعدين اسمع كلمتين ورد غطاهم والله العظيم بالبيت مالي قعدت لك ولا نهار وحياة الله مالي قعدت لك ولا نهار عم تسمع مين هذا اللي جايب لي معك؟ ابني اللي سألتيني هذا أكبر ملياردير كان جاي يخطب أختك قلت له تعا تفرج على المسطرة اللي عندي وهي أول كاس الشاي لأبو حدو تاج راسي وهي لحبيبي حدو شوفي يا بي هلا المديتي أنت سقيتها؟ إيه سقيت كذاب لك شنو كذاب؟ ليك التراب تبعه ناشف هلا شايف التراب من هون انت؟ ايه ليك وناشي بتقلي انت شو هاد؟ ليش هيك الشاي لونه فاتح؟ ما في شي يا بي ظريف وليش هيك مانو حلو؟ تعرفيني بحب الشاي تقيل وحلو لا تعصر هلا بغيره قومي يلا تضربي من بين انواع النسوان كابي شو هي؟ ليش هلا في انواع للنسوان معلوم النسوان في منهم بتحسهم هيك على مانجا في منهم على فريز على قشطه على اناناس ايوه طيب هلا وقت انت تجوزت يعني اخترت الفاكهه اللي بتحبها لا انا على ايامي ما كان في غير البوملي طلعوا نسيانين له إبرة السيرانجو لا حمد الله روح يا دكتور بسام إن شاء الله ألف ألف مبروك على افتتاحك المشفى الله يبارك فيكم هذا كان حلم حياته لبسام والحمد لله يا جماعة أنه حقق هالحلم إيه والله يا دكتور فيصل هذا كان حلم حياة والحمد لله قدرت حقه بس يا حرام شو تعذب لشاف هالمشفى بعيونه ايه طبعا اكيد الواحد بده يتعب كتير ليأسس هيك مشفى يا ستي ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله بتشوفوا على وش الخير يا رب الله يبارك فيك يا رب ايه شو دكتور بسام بدك تقضي لنا اياها عصاية لا لا ولو وتفضلوا الاكل جاهز غرفة الاكل مرحبا يا انسه اهلين عمو هي مستشفى الدكتور بسام ايه دكتور بسام مدير المشفى ايه لانه بدي جيب مرتي يعمل لها عملية هون بس ضروري جدا دكتور بسام يعمل عملية ايوه طيب انت عمو جيبها بكرة والدكتور بسام بيطلع على الادبارة واذا هي من مرضاه اكيد بيعمل لها العملية يكتر الف خير يا اهلا يلا بالاذن اهلين عمو ام
فعلا يا مدام الاكل كثير طيب ان شاء الله ما يبلوا هاليدين انامل بيلفوا بحرير يا مدام بالصحه وهنا اهلا بالصحه الله يسلم ايديك يا رب تفضل دكتور بسام شرف لعندي لهون لحتى نكمل حديثنا عن ادق التفاصيل يلي سويت فيها المشفى ها من ادق التفاصيل كمان انه خصصنا شخص واحد لينظف غرفه الانعاش وما بيشتغل اي شغله تانية مشان يحافظ على نظافتها هذا الكلام الصح لانه النظافه جزء مهم جدا مشان ما تنتشر الفيروسات وتنتشر الامراض يلا يا جماعه نحن صار لازم نمشي مستحيل تمشوا قبل ما تشربوا القهوه ثواني بتكون جاهزه ها ها وغرفه الانعاش جبت لها اجهزه ديجيتال رقمي وخصصت مولده خصوصي لغرفه الانعاش والله على الاقتراح يا دكتور بسام انت لازمك مولدتين مو مولده واحده طبعا انا حاسب الحساب بركت انضربت شي مولده بيكون في بديل شادي كيف الأوضاع بالمستشفى؟ كل شيء تمام؟ الحمد لله الحمد لله دكتور بس شو؟ امبارح الأحد على الساعة 11 في مريض بالإنعاش عطاك عمره دكتور شو هاد؟ اي نعم دكتور مثل ما عم بقول لك وأنا خليتهم ينزلوا الجثة على البراد لبين ما يجوا أهل المتوفي يسيمون شلون وكيف؟ ليش ما خبرتوني؟ صراحة دكتور نحنا ما حبينا ننزع عليك فرحتك بالمشفى بعدين منعرفك انه عم تحتفل مع اصدقائك وما حبينا نضايقك طب انتو ليش ما صرفتوا؟ ليش ما حاولتوا تنقذوا المريض؟ صدقني يا دكتور انا ما قصرت فتت على الغرفة لقيته خالص عملت له صدمات كهرباء وابرتين اتروبين وابرتين ادرينالين بس ما استجاب المريض طب انتو ليش ما صرفتوا؟ ليش ما عملتوا اللازم؟ والله هاد يلي صار يا دكتور لا حول ولا قوة الا بالله هاد مريض عامل زايدة يعني ما عنده أي أعراض جانبية تأدي للوفاة تسلمي لي حبيبة قلبي كلك ذوق الله يبارك فيكي لا إيه ليش لا تستحي طبعا طبعا حبيبة قلبي فيكي تروحي على المشفى وتعملي كل التحاليل اللازم وأنا بخلي الدكتور بسام هو يتوصى فيكي لا ولو شو هالحكي أنت غالية كتير على قلبي حبيبتي خلي لي اياكي يلا ماشي باي باي مع السلامه سلمي الله معك باي باي مرحبا حبيبتي اهلين خير شو بك ليش معصب خبروني اليوم خبر بالمستشفى كتير ازعجني شو هو قال في مريض بغرفه الانعاش امبارح الساعه 11 الاحد توفى ايه الله يرحمه انت ليش تزعل خالص عمره انا مستغرب هو عامل عمليه زايده وما عنده اي اعراض جانبيه تؤدي للوفاه شو اللي صار ما نفهمه؟ بيكون وقف قلبه تحت العملية المهم افتكار بكرة بدها تنزل على المستشفى بدها تعمل شوية تحليل بقى حبيب قلبي بدك تدير بالك عليها ايه؟ على عيني تكرمي تعرف حبيبي انت لازمك صار شي نقاعة هيك نطلعنا شهر زمان لشي مكان عن جد انت تعبت بهالمستشفى وبس نرجع بتباشر شغلك شو رأيك؟ معك حق صار لازمني إجازي بس أول شي لازم أعمل ترتيبي مشان الدكتور شادي يستلم المشفى ويدير باله عليها بغيابي طيب ليش لا؟ ألو؟ أهلاً أهلاً دكتور بسام يا هلا الحمد لله لا الأمور كلها تمام نشكر الله ولا يهمك ولا يهمك دكتور اطمن اعتبر المشفى كأنك موجود وأكثر على عيني على عيني دكتور الله معك الله معك مع السلامة عجبتك هالمناظر؟ على فكرة شي بيطير العقل غير حياة مزبوط غير حياة
فعلا انا كنت بحاجه لك استراحه على قد ما تعبت بتاسيس المستشفى يا ندى. الدسر اللي عم اقول لك تعشم هوا تعشم هوا. معك حق بس بضل بالي مشغول، يعني ما بقدر ارتاح طالما انا بعيد عن الشغل. لك ليش ليش ما صرنا اسبوع هون؟ لا تعال تعال. تفضل دكتور. لا سحر مو معقول، سحر ثالث اسبوع كل نهار احد الساعه 11 عم بتوفى مريض بالانعاش. سحر والله يا دكتور ما بعرف شو بدي اقول لك، بس لازم نخبر الدكتور بسام. شو بدنا نقول له؟ شو بدنا نقول له؟ ما عندي فكره بس لازم يعرف شو عم يصير. روحي سحر روحي. حاضر دكتور. الحمد لله على كل حال. بتعرفي يا ندى كل ما بتذكر التعب اللي تعبته بتذكر قديش كنت بتوقفي جنبي وتشجعيني. الحمد لله خلص المشروع وراح كل التعب والسعادة هلا جاية على الطريق إن شاء الله. مين هاد بقى؟ دكتور شادي. ألو؟ أيوة دكتور شادي. احكي يا أخي احكي سمعانك ما في شيء. إيه؟ كيف صار هاد؟ لك ما عرفتوا شو السبب؟ يا لطيف. طيب دكتور شادي خلص بكرة أنا جاي لعندك. خلص يا أخي بكرة عندك أكيد. خلص مع السلامة. مو معقول. شو في؟ كيف بصير هيك؟ بكرة نزل بدنا نرجع ضروري. فهمني احكي لي شو في؟ بغرفة الإنعاش صار عندهم 3 حالات وفاة. شو هاد؟ مثل ما عم خبرك. والغريب إنه كل يوم أحد الساعة 11 عم يتوفى مريض جديد. لك ليش بهالموعد هاد بالذات؟ ما فاهمها والله غريبة. اليوم شو؟ اليوم الاثنين. بكرة الثلاثة لازم أرجع فورا. شو بدك تعمل؟ بدي راقب الوضع، بدي أعرف ليش هيك عم يصير. كيفك سوزان؟ أهلين منيحة. دخلك بدي أسألك، رجع الدكتور بسام من السفر؟ إيه رجع من يوم الأربعاء. بس إيش عم تسألي عنه؟ لا بس عم فكر إني أخذ إجازة بهاليومين. ايه شو في؟ هو هيك رح شوفه. اليوم السبت ما هي؟ ايه ليش؟ مالي مصدق امتى اجي بكره الاحد. بالمناسبة صحيني بكير ها؟ ليش شو في؟ بدي اكون الساعة 9 بالمشفى، بدي اعرف شو سبب هالقصة هي بقى. قصدك غرفة الانعاش تبع اللي كل يوم احد بموت حدا فيها الساعة 11؟ هي هي بالضبط. إذا هيك معك حق، لازم تروح وتعرف شو القصة. بالفعل، لازم اعرف شو السبب. هلا المهم روق وبكره بتعرف كل شيء. الرجال فات على غرفة الانعاش دكتور شادي. هذا ابو درغام اللي فرسته ينظف غرفة الانعاش نهار بالاسبوع. ايوه. قد الساعة معك؟ 11 الا ربع. يا فتاح يا رزاق يا كريم يا رب. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيك يا عمي، حاكم كل يوم يموت وهالناس نحكي. إيش هذا؟
حاطين لك تلفزيون فوق راسك. لك والله والله تشتكي لمدير المشفى. تلفزيون وقاعد منزوع كمان ما في داخل ناوي ولا. لك يا حيوان رجع الفيشة لتموت المريض. وين احط فيش المكنسة الكهربائية؟ يسلم لي الحلو لك دخيل هالصباح مع احلاكي. لك يسلم لي لك تقبريني تطلع على قبرتي شكلي قاسي. لك انت انا وياكي رح نصير ببيت واحد. لك دخيل الله اللي خلقك. لك دخيل اصابع رجليك مع احلاكي. لك اخ ما صير انا وياكي ببيت واحد بس يوم يومين ثلاثة اربعة. لك يسلم لي هالطول مثل عرق الفول. دخيل هالسحبة يا لعبة. لك يقبرني الله. والله ما بصدق لكن هيك قدامك شبه يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. لك يسعد لي الحلو ما احلاه. لك تقبريني. لك شوف انا ليش مستعجلك؟ عاوزك انا عاوزك بحوار وطني. لك اخ ما اجتمع انا وياك تحت سقف الوطن. الحلو من عنا ولا من دس؟ اصابعك هدول ولا اصابع خارجيه؟ لك يقبرني انا. لك يقبرني الحلو دخيله. هلا هلا بيكم منحييكم اني وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكره اليوم وبكره ما هي فزلك فيها عبره رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكره وقالوا صور صارت حلقه وبعفويه كوميديه اخرجنا بمشلشل فزلك عربيه. راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس واحمد ياسين اندري ومحمد ابلين وهالا ورولا ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جغدوي انتم مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدأ يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم.